على هامش المباراة اعترف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد بأن فريقي برشلونة وريال مدريد هما الأفضل في العالم حاليا لما لم يملكانه من لاعبين لا نظير لهم. إذا أردنا مقارنة فريقي مع ريال مدريد أو برشلونة فالأمر سهل، لكن يجب فقط الانتباه إلى أننا لا نلعب في نفس الدوري ونحن نتواجه فقط في المنافسات الأوروبية، فمن الأفضل أن نتقارن مع الفرق التي نلعب معها في البريمير ليج، وأعتقد بأن أفضل اللاعبين حاليا يوجدون في هذين الفريقين، علينا احترام هذه الحقيقة. لا يوجد مثيل لميسي أو نيمار أو سواريز أو إنيستا أو بيكي أو رونالدو أو بيل أو مودريتش أو توني كروس. يمكنك العمل على تحسين الجانب التكتيكي لفريقك، لكن هناك لاعبون متميزون للغاية، وحتى عندما يكونون خصما لك فمن الرائع أن تشاهدهم وهم يلعبون. قدم نادي مانشستر سيتي عرضا رائعا وتمكن من سحق بطل أوروبا ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراتهما ضمن كأس الأبطال الودية التي جرت في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بحضور جمهور غفير تجاوز 90,000 متفرج. أمام 93,000 متفرج احتشدوا في ملعب لوس أنجلوس ميموريال، أظهر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أنه قوة لا يمكن الاستهانة بها بتفوقه الكبير على بطل إسبانيا وأوروبا ريال مدريد بنتيجة ساحقة، وذلك في أعقاب الصفقات التي قام بها النادي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي لتعزيز خط الدفاع. ريال مدريد الذي لعب بتشكيلة خلط فيها المدرب زين الدين زيدان بين الأساسيين والرديف وغاب عنها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يكن قادرا على احتواء تألق أبناء المدرب غوارديولا بعد انطلاق نزعتهم التهديفية في وقت مبكر من الشوط الثاني. الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي نجح في وضع بصمته الأولى في الكأس الدولية للأبطال بهدف جاء بعد دقائق قليلة من بداية الفترة الثانية. دفاع النادي الإنجليزي نجح في التصدي للعديد من الهجمات التي لاحت لمهاجمي ريال مدريد حتى تمكن الدولي رحيم ستيرلينغ من إضافة هدف السيتيزن الثاني. المد الهجومي لأبناء غوارديولا تواصل مع مرور الوقت وسط تألق كبير لخط الظهر، وأضاف جون ستونز الهدف الثالث مستغلا الأخطاء الفادحة لدفاع الريال. ومع اقتراب المباراة من نهايتها ووسط أخطاء الرقابة الدفاعية اختتم إبراهيم دياس القادم من مالاغا رباعية مانشستر سيتي، لكن أوسكار رودريغيز نجح في تسجيل هدف رد الاعتبار لريال في آخر الأنفاس اللقاء من تسديدة بعيدة المدى ليخرج غوارديولا سعيدا بالفوز الكبير الذي حققه وراضيا عما حققته أيضا صفقات النادي والتي عززت من كتيبة الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز.